مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية الصحوانت نزوح قسري لعشرات الأسر من عدن. وفي المصدر أونلاين حوثيون يشددون قصفهم على مناطق في الحديدة. وفي الديلي تيليغراف أخبار منوعة، زعيم المعارضة البريطانية يستخدم الرسائل لإسقاط حكومة بلاده. عندما ترى بسطة خضار تحترق، وعندما تشاهد عاملا يجري وبيده القليل من الثياب الممزقة ويتبعه رجال يحملون البنادق، وعندما ترى رجلا يكمل تناول غدائه في مطعم وبدل أن يدفع الحساب يقوم بنهب ما جمعه المحاسب منذ الصباح، فتأكد أنك في عدن. ووفقا لموقع المشاهد نت، عدن فوضى أم انتقام ممنهج؟ يؤكد الصحفي مجاهد العدني أن فرحة العيد لم تكن جلية وواضحة بين أبناء عدن الذين أدوا صلوات العيد في المساجد بدلا عن الساحات والميادين، وهو ما عكس حالة القلق من الوضع الأمني المتدهور الذي تعيشه المدينة. مضيفا للمشاهد نت أن اليوم الأول من العيد كان كئيبا، حتى أماكن الألعاب والملاهي التي يقصدها الأطفال مع أهاليهم في العيد كانت خاوية. عدم الاستقرار أكدته الأكاديمية في جامعة عدن الدكتورة ابتهال عبد الحميد الصاوي، التي أشارت إلى عمليات نهب وسلب تعيشها مدينة عدن منذ عشية عيد الأضحى. وقالت الصاوي للمشاهد إن نهج الانتقام الذي تمارسه بعض الوحدات الأمنية والعسكرية المحسوبة على الانتقال هو الذي جعلنا نرصد عمليات سرقة واقتحام لمنازل. وأضافت أن هذه التصرفات تؤكد أن مدينة عدن تعيش أوضاعاً غير مستقرة ومرشحة للتطور، لأنها قائمة على استهداف مناطقي، فأغلب عمليات النهب تستهدف قيادات تنتمي إلى محافظات جنوبية معينة. بكل التفاصيل، تعيد الأحداث في عدن ما حل بصنعاء قبل 5 سنوات، حيث بدأ كثيرون يفيقون من الصدمة ويفرون من مدينة تسيطر عليها ميليشيات أتت من مناطق بعيدة. ووفقا لموقع الصحوانت، نزوح قسري لعشرات الأسر من عدن، حيث غادرت مؤخرا عشرات الأسر من العاصمة المؤقتة عدن في عمليات نزوح قسرية عقب تعرضها لمخاطر المجلس الانتقالي الذي سيطر مؤخرا على المدينة. وقالت مصادر محلية للصحوانت إن عشرات الأسر نزحت من مدينة عدن إلى عدد من المحافظات المحررة خوفا من بطش ميليشيا الانتقالي عقب تعرض العديد من المنازل إلى النهب. وأضافت المصادر أن عشرات الأسر النازحة بدأت عملية المغادرة القسرية مع بدء الممارسات المناطقية التي استهدفت أبناء المحافظات الشمالية وبعضا من أبناء المحافظات الجنوبية الذين تعرضوا للمخاطر عقب استكمال الانتقالي السيطرة على عدن. وأكدت المصادر أن عددا من منازل المسؤولين في الحكومة الشرعية والمواطنين والتجار قد تعرضت للنهب والاقتحام من قبل ميليشيات الانتقالي الانقلابي، فيما يجري التحريض على عشرات الأسر النازحة من أبناء محافظات الحديدة وتعز وإب ومحافظات أخرى. 3 من الجنود الذين قبضت عليهم ميليشيات الانتقالي في عدن وأظهرتهم في فيديو مصور وتم إيقاف التصوير فجأة، وهناك كثير ممن يعتقدون أنه قد تم قتل الجنود الذين استسلموا للانتقالي. محمد العليمي كتب متسائلا عن مصير الجنود الثلاثة، وأضاف في مقال تنشره بلقيس نقلا عن يمن مونيتور. عقب المعارك الدائرة في عدن انتشر فيديو ونشرته على صفحتي يوثق لحظة القبض على جنود يتبعون اللواء الرابع حماية رئاسية من قبل ميليشيا المجلس الانتقالي في عدن. في الفيديو يتم التحقيق مع 3 من الجنود الذين ينتمون إلى القبيطة، وبعد التحقيق المصور والموثق يأمر قائد المجموعة بتصفية الأفراد ويقول صف، ويشير إلى المصور بأن يغلق التصوير حتى تتم العملية في الخفاء. الفيديو مصور بطريقة واضحة والأفراد معروفون بصورهم وحتى الضحايا معروفون بصورهم وأشكالهم، والغريب هو أنه ليس هناك أي تحرك من قبل قيادة الجيش وتحديداً اللواء الرابع حماية رئاسية لمعرفة مصير هؤلاء الأفراد التابعين لهم والتحقيق فيما إذا كان المجلس الانتقالي يقوم بعمليات تصفية لأفراد تابعين لمحافظات أخرى
تحت لافتة مناطقية والعمل على إدانته دولياً. الأمر محزن للغاية. أحدهم كان اسمه عبد الحميد وكان يحمل بيده اليمنى كيساً يبدو أن فيه أشياء رخيصة من سقط المتاع كحياتنا الرخيصة، والآخر محمد جمال، بينما لم يفصح الثالث عن اسمه. كانوا ثلاثتهم مشتركين في الخوف قلق والمصير الواحد والأقدام الحافية. الجنود كانوا خائفين وقلقين وكانوا يدركون أن مصيرهم القتل، وكانوا يحاولون تبرير وجودهم بطريقة عسكرية وهي أن قيادتهم نقلتهم إلى عدن. الجنود معزولون ومخذولون، وكل الجنود الذين قاتلوا في صف هادي أصبحوا معزولين. كل الجرحى الذين أصيبوا في معارك الدفاع عن الدولة والشرف خذلوا قبل الإعدام المفترض الذي ربما نفذه هذا القائد بحق هؤلاء الجنود الثلاثة. وجه لهم إهانات وهو يقول لهم: لكم تركتم مدينتكم بيد الحوثيين وجئتم لتقاتلوا في عدن، حتى الآن لم نستطع التأكد من مصير هؤلاء الجنود وفيما إذا كان قد تم إعدامهم ميدانيا أم لا، ولا يمكننا إدانة المجلس الانتقالي حتى الآن، لكن يجب عليه إظهار هؤلاء الجنود، وما لم يفعل ذلك فإنه المدان الأول بتصفيتهم. شددت ميليشيات الحوثي قصفها المدفعي على مواقع القوات الحكومية والأحياء السكنية في مدينة الصالح ومديريتي حيس والتحيتة بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وعنون موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يشددون قصفهم على حيس والتحيتة والصالح في الحديدة. وقالت مصادر ميدانية للموقع إن ميليشيا الحوثي قصفت بمدافع الهاون والهاوزر والرشاشات المتوسطة مواقع القوات الحكومية في منطقة الجبلية والمنازل في مدينة التحيتة. ووفقا للموقع فإن القصف يعد الأعنف منذ أسبوعين على مواقع القوات الحكومية ومنازل المواطنين في شمال وشرق مديرية حيس. وبحسب المصادر أدى القصف المدفعي إلى تدمير منازل نزح منها سكانها أطراف مديريات حيس والتحيتة والدريهمي جراء تعرضها للقصف الدائم منذ توقيع طرفي الحرب اتفاق ستوكهولم. تأهلت 7 يمنيات للمرحلة الثانية من التصويت على لقب صانعات التغيير من أصل 31 يمنية تنافسن على نفس اللقب ضمن 244 امرأة عربية. وعنون موقع أنسام الذي أورد الخبر: 7 يمنيات يتأهلن للمرحلة الثانية لصناع التغيير ضمن 59 عربية. وكان المؤتمر العربي المرأة العربية القيادية والريادية صناع التغيير أعلن عن تأهل 59 امرأة للمرحلة الثانية من التصويت للقب صانعات التغيير، بينهن 7 يمنيات. كما تقدمت 3 يمنيات إلى المرحلة الثانية للحصولين على أعلى نسبة تصويت في المرحلة الأولى، من ضمنهن اليمني ارتفاع القباطي. وكان التصويت لصانعات التغيير بدأ في 23 من يوليو الماضي ل 244 عربية يتنافسن على 15 لقبا لصانعات التغيير، بينهن 31 يمنية. يذكر أنه بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للتصويت سيتم الإعلان عن 15 لقبا لصانعات التغيير في المؤتمر العربي 9 للمرأة العربية الذي سيقام في العاصمة التونسية على مدى 3 أيام. اليأس والكرامة والثورة. تحت هذا العنوان كتب علاء أبو زينة ما قاله المنشور في صحيفة الغد مضيفا: يروى من أيام الاحتلال البريطاني للهند أن ضابطا بريطانيا صفع هنديا فقيرا على وجهه، فما كان من الهندي لن رد الصفعة البريطاني بواحدة أشد منها أسقطت. ومن هول المفاجأة فزع الضابط المرتبك إلى رؤسائه للاسترشاد وطلب الانتقام لشرف الإمبراطورية المهدور. لكن ما زاده دهشة كان طلب رئيسه منه أن يأخذ من الخزينة 50,000 روبية ثروة في ذلك الوقت، ويذهب إلى المواطن الهندي ليعتذر منه عن الصفعة ويعطيه المال. ولم يفهم الضابط ما يحدث، قبل الهندي النقود والاعتذار وتحسنت أحواله وأصبح تاجرا كبيرا ونسي الصفعة. لكن الإنجليز لم ينسوا صفعته للإمبراطورية، وهكذا بعد فترة استدعى الضابط الكبير مرؤوسه وذكره بالهندي إياه وطلب منه أن يذهب ويصفع الهندي الغني الآن مجددا أمام حشد من الناس. لم يفهم الضابط الصغير كيف يمكنه أن يصفع الهندي النافذ ويفلت بفعلته، هو الذي لم يفلت بها أيام كان الرجل فقيرا ضعيفا، لكنه أطاع الأمر العسكري. ذهب الضابط إلى الهندي الغني بين حرسه وخدمه وزواره وصفعه بقوة أسقطته أرضا.
ولكن لم تصدر عن المضروب هذه المرة أي ردة فعل، بل ولم يرفع رأسه أمام الضابط الذي عاد إلى رئيسه مندهشاً. وشرح الرئيس له كيف أن الهندي عندما كان فقيراً لم يكن لديه ما يخاف عليه غير كرامته فثار لها، والآن أصبحت لديه أشياء عزيزة أخرى يخاف عليها ويتغاضى عن كرامته من أجلها. تصلح هذه القصة لوصف خبرة إنسانية تشاهد على أي مستوى والتي يدركها ويستخدمها الأقوياء والماكرون أو يعانون منها إذا أساءوا ضبط المعادلة. في الربيع العربي قالوا إن الناس وصلوا إلى حد لم يعد لديهم معه ما يخشون خسارته، ولم يعودوا يحتملون الصفعات التي استهدفت بقية كرامتهم، ولذلك نزلوا إلى الشوارع ليواجهوا احتمالات الاعتقال والموت أو تحقيق شيء. وفي فلسطين المحتلة أصبح الشباب العزل يهاجمون جنود الاحتلال ومستوطنيه بالأيادي العارية أو السكاكين الصغيرة في عمليات يائسة محسومة النتيجة سلفاً، لأنه لم يعد لديهم ما يخسرونه أيضاً. وفي هذه الأحداث وشبيهاتها يدفع اليأس وفقدان كل شيء إلى الثورة التي يخشاها كل مستعمر أو مستبد ومتغطرس. في صفحتها الرئيسية عنونت صحيفة الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية لا حوار قبل انسحاب الانتقالي. وقالت الصحيفة إن الحكومة اليمنية الشرعية أعلنت ترحيبها بدعوة عقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب أو على الانقلاب في عدن. كما ركزت الصحيفة على إصدار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري قرارات أطاحت بعدد من القيادات، تضمنت عزل اللواء شلال علي شائع من منصبه كمدير لشرطة محافظة عدن وإحالته للتحقيق. وقالت الصحيفة إن ذلك بسبب مشاركته المباشرة في الانقلاب الذي تم تنفيذه على مؤسسات الدولة. في العربي الجديد والتي علقت في ذات الموضوع: اليمن الانفصاليون يرفضون شروط الحوار. وقالت الصحيفة إن الرد من المجلس الانتقالي الجنوبي لم يتأخر، إذ أكد صالح النود المتحدث باسم مكتب المجلس الانتقالي في بريطانيا أن التخلي عن عدن ليس مطروحا على الطاولة في الوقت الحالي، واعتبر أنه لإنهاء المواجهة يجب إقصاء جميع عناصر حزب الإصلاح والسياسيين الشماليين من مواقع النفوذ، وقال إنه ستكون بداية جيدة للغاية إذا تمت إزالة حزب الإصلاح من الجنوب كله وسمحوا للجنوبيين بحكم أنفسهم. وأفادت الصحيفة دخلت إيران على الخط، وفي أول تعليق رسمي لها على أحداث عدن الأخيرة قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان إن التحالف بصدد تقسيم اليمن في إطار مؤامرة مشبوهة بالتعاون مع مرتزقتها. أنهار الغبار مشكلة المياه في الشرق الأوسط. تحت هذا العنوان كتب كون هالينان مقاله المنشور في موقع سيلانس. نتابع. مكتوب في التاريخ أن إيانات محاك ملكش ذبح 60 جنديا من أمة، ووقعت المعركة بين المدينتين أي الدولتين القديمتين قبل 4500 عام بالقرب من نهري دجلة والفرات العظيمين فيما يعرف اليوم بالعراق. وسبب النزاع الماء. أكثر من 4000 سنة مرت منذ أن اشتبك الجيشان بسبب محاولة إحدى المدينتين أي الدولتين سرقة المياه من الأخرى. ولكن في الوقت الذي تغيرت فيه أدوات الحرب فإن القضية التي تسببت بنشوب الصراع ما تزال هي نفسها إلى حد كبير. من يسيطر على الأنهار يسيطر على الأرض. الآن أصبحت هذه الأنهار العظيمة تجف فيما يعزى في جزء منه إلى الإفراط في الاستخدام والإهدار، وفي جزء آخر إلى أن تغير المناخ الذي يقصف المنطقة بالعقاب المتمثل في تعاقب سنوات من الجفاف. يشتد الخلاف بين سوريا والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى بسبب نهري دجلة والفرات، وتشهد علاقات مصر مع السودان وإثيوبيا توتراً بسبب نهر النيل، ويتهم الأردن والفلسطينيون إسرائيل بنهب مياه الأنهار لري صحراء النقب وبالاستيلاء على معظم خزانات المياه الجوفية الثلاثة التي تقع تحت الضفة الغربية المحتلة. وفقاً للأقمار الصناعية التي تراقب المناخ فإن حوض دجلة والفرات الذي يحتضن تركيا وسوريا والعراق وغرب إيران يفقد المياه بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم باستثناء شمال الهند. وليست مشاكل المياه في الشرق الأوسط فريدة من نوعها، ثمة منطقة جنوب آسيا وخاصة القارة الهندية التي تعاني أيضا من الإجهاد المائي،
وتعاني استراليا ومعظم دول الجنوب الإفريقي من نوبات جفاف شديدة، وحتى أوروبا تناضل مع انخفاض منسوب بعض الأنهار بشدة إلى حد أصبح يعوق حركة الشحن فيها. لكن الشرق الأوسط تضرر بشدة بشكل خاص، ووفقاً لمؤشر الإجهاد المائي فإنه من بين 37 دولة في العالم تواجه ضائقة مائية مرتفعة للغاية. هناك 15 دولة في الشرق الأوسط مع وجود قطر والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية في رأس القائمة. البي بي سي تعيد نشر مادة من صحيفة الديلي تيليغراف والتي تشرح إسقاط الحكومات، حيث لا يمتلك المعارضون دبابات ومدافع أقوى من الحكومة. وعنونت الشبكة زعيم المعارضة جيرمي كوربن يسعى لإسقاط حكومة بوريس جونسون. وتقول الصحيفة إن كوربن بدأ الليلة الماضية تحركات لإسقاط الحكومة، وأنه أرسل رسائل لزعماء المعارضة وأعضاء البرلمان المتمردين من حزب المحافظين الذين يعارضون خروج بريطانيا من دون اتفاق، بهدف تشكيل تحالف عابر للأحزاب لإخراج بوريس جونسون من الحكومة وتأجيل البريكسيت وإطلاق حملة من أجل إقرار إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتقول الصحيفة إنه كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يقوم كوربن بالتحرك لإيقاف مغادرة بريطانيا من دون اتفاق، لكن كان من المعتقد أنه لن يتحرك قبل عودة أعضاء البرلمان من عطلتهم الصيفية. إلا أنها تضيف أن كوربن قد يكون اضطر إلى التحرك الآن ولعب بطاقته الأخيرة عقب تدخلات من قبل توم واتسون نائب رئيس حزب العمال وإيحاءات بأنه بدأ يفقد سيطرته على الحزب. واقترح كوربن في رسالته كما تقول توميني أن تشكل حكومة مؤقتة بقيادته تحول دون خروج بريطانيا من غير اتفاق، وتنظم انتخابات عامة على أن يقوم حزب العمال بحملة من أجل إقرار إجراء استفتاء ثان. تحضر وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لمهمتها المقبلة على المريخ في العام 2020 في حقول حمم إسلندية في استكمال لمهمة المسبار كوريوسيتي الذي يستكشف منذ 2012 الكوكب الأحمر بحثاً عن مؤشرات حياة. جريدة الحياة اللندنية تعنون ناسا تحتل حقل حمم في إسلندا تحضيراً لمهمة في المريخ. وقالت التفاصيل إن الجزيرة البركانية الواقعة في وسط شمال المحيط الأطلسي تشبه طبيعة المريخ مع رملها البازلتي الأسود وكثبانها التي نحتتها الرياح وصخورها السوداء وقمم الجبال المجاورة. ويقول آدم ديلوري المسؤول في شركة ميشين كونترول سبايس سيرفيسز إنها محاكاة ممتازة لاستكشاف المريخ ولتعلم كيفية قيادة مسابير على المريخ. وكلفت ناسا هذه الشركة الكندية ومقرها في أوتاوا لاختبار نموذج أولي عن مركبة فضائية في إطار مشروع سانداي. تتنقل العربة الكهربائية الصغيرة مع جوانبها البيضاء وهيكلها البرتقالي على أربعة إطارات مدفوعة بمحركين جانبيين تعمل مثل حفارة بفضل 12 بطارية سيارة صغيرة مخبأة داخلها. ويقول آدم ديلوري هذا المسبار خارق، المسابير التي لدينا على المريخ والقمر تتأثر كثيرا بالبيئة وبالظروف في إسلندا، مع أن مسابير القمر غير معدة لمواجهة الأمطار. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الغارديان والتي نشرت مجموعة من صور متنوعة من مختلف مناطق العالم، نتابع. من جدران الكهوف إلى أعمدة الصحافة إلى المواقع الإخبارية وإلى صفحاتنا الخاصة،
عبر رسامو الكاريكاتير عن مواقفهم واتجاهاتهم بكل خفة وذكاء. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا التالية. أخبار وصور ورسوم نصل بكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.